سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير؟ كيف بقيتوا؟ مع الصحيحه كلشي مزيان؟ مبروك علينا الربا، مبروك هاد الشتيمه. كي دايرين مع الجو ديال البرد والشتا؟ جبدتوا شي حوايج ديال البرد ولا مازال؟ صراحه والله الا توحشنا هاد الاجواء هادي ديال الشتا والبرد النيت والتكباط والتغلاف والميكله السخونه. الله يجعل ربي يرحمنا ان شاء الله من عنده ويعطينا هاد الشتيمه ان شاء الله على قد نفع، ويرفع ربي علينا هاد الوباء هذا ونرتاحوا خلاص، والواحد دخل عليه شي شويه ديال البهجه والفرح، وما يبقاش الواحد غير هاد الزبيله المرض والعدوى، وخايف وخايف على وليداته. الله يجعل ربي يهز علينا هاد الوباء خلاص. وجيت باش نخلي لكم ان شاء الله في هذا الفيديو النمره ديال الواتساب ديالي اللي غادي نخليها ان شاء الله في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للبنات اللي بغاو يتسجلوا في اوريفلام، مرحبا بكم البنات، ما تعكزوش، فرصه زوينه. شهر 12 راه الشهر ديال الهموز، شهر ديال البرودويات، شهر ديال الكادوات، شهر زوين. كيتكون فيه واحد الحمله ديال التسجيل اللي هي زوينه بزاف، كيكون فيها التسجيل بالمجان. المهم ما غاديش نطول عليكم، غير زعمو، ما تخليوش الطاقه السلبيه تغلب عليكم. ما تقولوش راني ما غاديش نقدر ننجح في هذا الدومين، بالعكس قولوا بسم الله ربي كيسخر. ما تخليوش الطاقه السلبيه تدور بكم، ما تعاملوش مع الناس السلبيين، تعاملوا غير مع الناس الايجابيين. قولي تي انا غنقدر ندير، تي انا غنقدر نوصل. راه كاين بزاف البنات ديال اليوتيوب راه عندهم قنوات كبار وواصلين، ورغم ذلك دخلوا لهذا الدومين لانه زوين وفيه ما يدار. هذا الدومين كيوفر لك بزاف ديال المسائل، كيوفر لك، يقدر يوفر لك سالير الا خدمتي مزيان عليه وحققتي مستويات كبيرات، توصلي كادويات كبار، سفريات. المهم اللي مهتمه وبغات تدخل معانا ان شاء الله الاوريفلام، يعني راه الاغلبيه ولاو كينخرطوا في هاد الشركه هذه. المهم بغيتي تدخلي معايا اختي مرحبا بك، بغيتي تشتركي مع شي حد اشتركي. المهم هو انك ديري شي حاجه اللي ترجعي ليها، نمرتي غتلقاها في اسفل الفيديو ان شاء الله بحول الله. مرحبا والف مرحبا تضمي الجروب ديالنا، ما عليك غير انك اتصلي بيا وما غيكون غير الخير ان شاء الله، وغادي نشرح لك اكثر. دابا غندوزو للروتين ديالنا ونبداو على بركه الله. الكيكه ديالنا نحتاجو لها 3 ديال المندارينات، 2 كيسان ديال الفرص، كاس الزيت، كاس السنيده، معلقه ديال المدافي، 2 ديال الخمارات، فانيا مليحه، وجوج ديال البيضات الفاني، اما ساشي اما بالعبار. انا عندي بالعبار درت معلقه صغيره ومعلقه ديال الخل. غندير كاع السوائل غنديرهم في المولينكس، غندير المندارين، غنزيد عليه البيض، غنزيد عليه السنيده، غنزيد عليه الزيت، وغادي نزيد عليه المليحه والفاني. غادي نطحن كلشي مزيان حتى تحسوا بداك المندارين ما بقاش فيه كاع لا حتى شي حاجه، لا داك الجلده ديالو لا والو، والا فيه شي عظيمه تحيدوهم البنات. صافي غنطحنوا كلشي، وفواحد البينيو اولا زليفه اللي غتضربوا فيها غادي نخوي داك الشيء في ديك الزلافه. ومن بعد ما غادي نخويهم غنزيد لهم 2 ديال الكيسان ديال الفرص، وغادي نخرلت مزيان مزيان مزيان. ومن بعد غادي نزيدوا الخماره، نخللت مزيان البنات، وعاد نزيد المعلقه ديال الخل ومعلقه ديال المدافي. هذا ما كان البنات، عرفتي هاد الكيكه راه كتجي واعره وبزاف. هانتوما كما كتشوفوا في المقطع عرفتي راه كيجي داك القوام كريمي وزوين، وجوج كيسان ديال الفرص كافيين لهاد الكيكه. وبالمناسبه غادي نجرب الليمون اللي شاركت معكم اللي خديناهم في اوريفلام، فنين صراحه، عاودوا لي عليهم البنات قالوا لي بانهم زوينين، وقلت غنجرب قدامكم بانهم ما غادي يتدهنوا ما حتى شي حاجه. وفعلا البنات راني ما دهنتهم لا بالزيت ولا بالزبده، ما رشيتهم لا بالطحين لا بوالو كما غادي تشوفوا في الفيديو. وفعلا الكيكه ما لصقاتش فيهم الصراحه، ما ندمتش عليهم كاع نهائيا. صافي انتما كتشوفوا كما قلت لكم الخماره كتبقى هي اخر مرحله، هي وديك المعلقه ديال المدافي كتجيب الكيكه هشيشه، ومعلقه ديال الخل. ومنين غادي ديروا هاد المقادير التاليين كاع غادي تحسوا بالتفاعل ديال ديك الخميره، راه غتحسوا بها وهي كتفاعل. وصافي البنات الفران ديالي راه كيسخن، ها نتوما القصديره ديال الكاطو اولا اللاطه راه ما مدهونه ما حتى شي حاجه، يعني الله غسلتهم صافي عادي ومسحتها ودرت الكيكه ديالي. وغادي ندخلها الطيب، راه كتاخذ تقريبا واحد ربع ساعه ما كاملاش دغيا دغيا كطيب. وغادي ندوز دابا ان شاء الله نوريكم الشكل ديالها ونشارك معكم الاضافه اللي غادي نزيد لها. ودابا البنات الكيكه ديالنا طابت، وها نتوما كتشوفوا كيفاش جات. صراحه ما جاتش عاليه بزاف، وقيله كون درتها فداك المول الاخر الصغيور كانت غادي تجي عاليه، ماشي كمانه. المهم انا دابا كنجرب معكم الليمون وفي نفس الوقت جربت معكم الكيكه. الريحه وهي كطيب غزاله يا البنات، وعلى ما بالي بانه الليمون بصح ما كيلصقوش، لان نتوما شفتوني ما دهنتو ما حتى شي حاجه. المهم الكيكه ديالنا وهي كطيب، عصرت واحد شويه المندارين تقريبا كاس المندارين،
ودرت معاه نص كاس ديال الماء وجوج معلقات ديال السكر وخليتهم طبخوا 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 حتى ولاو فحال السيرو. وخلاص هاد المقادير انا عاد غادي ندوز نوريكم شنو غنديروا بهم. صافي غادي نحطو هانتوما غير باش نوريكم بانه الكيكه ديالنا ما سقاتش الصراحه، هانتوما زوينه. وهاد الليمون هادو الا صدفتوهم كيتباعوا غير خدوهم، راهم فعلا زوينين. شتوني ما دفعتهم ما دهنتهم ما حتى شي حاجه. انا غادي نرد هاد الليمون باش نسقيها فيه باش تبقى تما كتشرب هذاك السيرو. غادي نسقيها ونخليها تشرب وندوز نصاوب معكم بغرير، بغرير ديال زمان يا البنات، بلا سميتو عليه، بلا مولينيكس بلا والو، غندير بغرير بيدي. كان صراحه كدير واحد جارتنا وكان كيعجبني بزاف بزاف بزاف، وتفكرت دابا وقلت علاش ما نجربوش معكم لانه فعلا كيجي زوين. المهم انا غنخبي هادشي كامل ونخليوها في الجنب كتشرب، راه غتشرب هادشي كامل حيت هي كتجي مسقيه كتجي شاربه هادشي هذا. هانتوما غنخليها هنا حيد هادي وندوز باش نصاوب معكم بغرير. بالنسبه للبغرير غادي نحتاجو جوج زلافات ديال الفينو وزلافه ديال الفرص، جوج ديال الخمارات، خميره معجونه تقريبا على حسب الجو، وشويه ديال الملحه وشويه ديال السنيده. العبارات الا درتو جوج ديال الفينو ديروا وحده ديال الفرص، درتو جوج كيسان ديال الفينو ديروا كاس ديال الفرص، يعني جوج مقادير ديال الفينو مع مقدار ديال الفرص. والفينو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الفينو في الدول الاخرى وهو دقيق ديال القمح الصلب. صافي هذا ما كان البنات، الماء راه كيدفى، هنا غادي نجيبو وانا غادي نصاوب حداكم بغرير نيت وتشوفوا كيفاش داير. الكيكه ديالي هي هادي، غنخليها حتى تشرب هاد السيرو كامل ونوريكم كيفاش كتجي. دابا غنبداو على بركه الله، فواحد القصعه غندير كاع المقادير اللي قلت لكم، الماء دافيه وغنبدا نصاوب في داك البغرير ربي فيه خفيف، وانا كنصاوبو في القصعه وفي نفس الوقت انا كندلك، غنبقى هكا 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 حتى نحصل على القوام ديال البغرير. غادي نجمعو في واحد البانيو وغادي نخليه يخمر، غير عطيوه الدليك في القصعه مزيان البنات، والماء غير يجي خفيف غير شويه. ودابا البنات من بعد ما خمرات لينا العجينه كنت هزيتها ودرتها في واحد البانيو بحال هكذايا، كتكونوا موجدين المقيله ديالكم وغنبداو نصاوبوا في البغرير ديالنا. شوفوا قدامكم كيفاش كيجي. نتوما هاد العشيه البنات راه تقريبا الجو ولا واحد السن ديال البرد، نتوما كيجي غزال هاد البغرير البنات، وشكون شفتوا الطريقه ساهله. ها نتوما كيفاش كيجي، هانتوما البنات شكل البغرير كيفاش كيجي. غنبقى مستمره هكا حتى نكمل العجينه كامله، ومن بعد ندوز نوريكم الشكل ديال الكيكه كيفاش جا منين شربات هذاك السيرو ديالها. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديال كيكتنا من بعد ما شربات داك السيرو ديالها. قبضتها ودهنتها بالكونفيتور، وانا عزيز عليا الكوك درت لها الكوك حيت كيمشي بزاف مع هاد المذاقات. ما بغيتوش تدهنوها ما دهنوهاش، بغيتو ديروا لها لي زامون ديفيري ديروا لها. هانتوما هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي غزاله البنات وبنينه صراحه وهشيشة، تجي واعره. وانتم شفتوا المقادير ديالها بسيطه بسيطه بزاف. بدات تديروا لاباس عليكم صحيحه، يما نديروا كاسكروت هنا، كاين بغرير، كاين بسكوته، كاين بسكوته، كاين زيتون، كاين العسل، كاين الشوكولات، كاين الموس، وكاين بغرير. المهم البنات ما تنساوش تشاركوا ماما وديروا لها لايك وسبسكرايب وفرجوا القناة. وبسلام عليكم، وما تنساوش ديروا ماما ابوني ولايك وسبسكرايب وفرجوا القناة. وبسلام عليكم. عرفتوا البنات بنتي خدات لي التليفون وصورت داك المقطع راسها منين تصنتلو عجبني وانا نخليه. المهم بالنسبه للعشيوه خديت 4 ديال المطيشات حكيتهم وزدت عليهم بصله محكوكه، المعدنوس وكنوره، شويه ديال الزعفران، البزار وسكينجبير، وزويته روميه. رديتهم زدت لهم الماء ورديتهم كيطبخوا، وغادي نطيب فيهم هاد النجيمات هادو، اولا لا كاينه المحمصه ديروها. هذا ما كان البنات، غادي ندير لهم الماء نرويهم ما نقليهم ما والو، غنخليهم بحال هكذايا حتى تيبدا تغلي ديك المريقه. ونسيت ومطيشه د الحك. صافي ومنين تبدا تغلي غادي نزيد عليها دوك النجيمات. وانتم بالنسبه لكم الا ما لقيتوهمش ديروا المحمصه اولا شعريه كيجيو زوينين. انا هنا كانت متوفره ليا غير الكفته ديال لادند، ولا كانت الكفته ديال اللحم ماشي مشكل ديروها بالكفته ديال لادند كيجيو زوينين البنات. صافي درت الكفته كويرات بحال اللي كتشوفوا وزدتها على داك الخليط، وكانت العشيوه ديالنا واجده.
راكم عارفين دابا الحال بارد، كل ما خدينا هذا الشيء هكا جاري في الليل وهذا كيكون سخون وكينفع بزاف باش كيدفينا النيت وكيجي بنين. البنات يلاه سالينا العشي وغسلت المعنات وبانوا لي الديان، نتوما كتسمعوا بحال بداو كيحرشوا، راكم عارفين هذا الجو هذا واخا الدهين واخا كلشي. وصراحه عجزت انني ندير شي مقشر طبيعي، انا الاغلبيه كندير غير القهوه مع السنيده والزيت كنقشر بهم يديا، اولا بحال داك الماسك اللي شاركت معكم ديال الحمص حتى هو زوين اليدين. وكاين بزاف ديال الماسكات ملي كنكون عجزانه كنمشي لهذا ديال ميلك اند هاني ديال اوريفلام، قلت لكم اوريفلام المهم ديال اوريفلام، هذا سكار هاند سكراب زوينه البنات، هذا وبزاف بالعسل مصاوب بالعسل زوين كيعطي كيرد اليدين غزالين بحال هكا، والركبه وداك هذا التحت ديال الرجل عرفتي ديك البلايص اللي كيكون فيهم الكحوله زوين 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 بزاف. المهم انا غادي ندير غير هذا دابا لانه عكزانه وفيه واحد الحبيبات هكا هي، وغادي كنتمنى انه يكون باين ليكم راه فيه واحد الحبيبات منه باش ملي كتبقى يعطي واحد الريحه يا البنات غزاله غزاله د العسل فنه فنه. انا هادشي في العسل كيحمقني وسيرتو لا مارك ميلك اند هاني شي حاجه ولا اروع. المهم هكايا غادي نحكي يديداتي بها نخليها واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد غادي ندوز نغسلها وندير الكريم ديالي حتى هو ميك اند هاني. هاد لا مارك هادي غزاله البنات غزاله غزاله زعما غير زعمو لك كنتو كتاخذوا هادشي ديال اوريفلام خذوا الكريم ميك اند هاني غزال، الصابونه ديالو في الناكين الزيت ديال الجسم وحتى السكراب هذا واعر. المهم انا غادي نحكي يديا مزيان وغادي نغسلهم وندوز نوريكم النتيجه ديال هاد السكراب هذا كيفاش كيخلي لي يدي. عرفتي راه فيه واحد الحبيبات حرش نحبك نتوما كتحكوا لي يديدات بحال هكا بحال كتقوميهم وهو كيقوميهم الناس وكيعطيهم واحد النعومه غزاله غزاله غزاله. هانتوما هانتوما البنات يلا غسلت يديا، كنتمنى النتيجه تكون واضحه لكم، حسيت بهم حتى تفتح لهم اللون وما بقاش داك الملمس اللي هو حرش حتى هنا في الجنيبات ديال الظفار وداك الشيء زوين صراحه. كنخلي هذا غير الطوارئ ملي كيكون ما فيا ما ندير شي حاجه طبيعيه، وغادي ندوز ندهن يديداتي. بالنسبه لهذا الكريم غزاله البنات، بالنسبه للوكور للوجه لكل شيء كتحمقني ريحته كتسطيني صراحه. هكذايا صافي انا دهنتهم دوك اليديدات والله الا ولا فيهم الضوء. ما تعكزوش البنات على راسكم، قديو الشغل جمعوا داركم تهلاو في وليداتكم، ولا يني ضروري ما تولوا تزيزوا تريحوا راسكم تنقيو حالتكم، راه الواحد ما غندي والو معنا من هذه الدنيا غير اننا شوف كنحل هاد البيرني ما بغاش يتحل ليا. المهم هنايا عندي البنات لاباز هنايا اللي كيقول لها الفيرني، راني دايره فيها الثومه حكيت فيها الثومه ومخلياها. بالنسبه للظفار مؤخرا البنات ولاو الظفاري ما عرفتش علاش ولاو كيتهرسوا ليا دغيا، عاد خصني ناخذ شي فيتامين ولا شي حاجه وقيله شي نقص ديال شي حاجه، بداو كيتهرسوا ليا بزاف وكيتشنتفوا. وكنت شاركت معنا الاخت بشرى هاد الوصفه هادي ديال لاباز وديروا فيها الثومه. صافي دابا غادي ندوز نديرها لضفيراتي، وهذا ما كان البنات وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى الفيديو ديال البنات يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تتصلوا بيا باش تنخرطوا معنا ان شاء الله في شركه اوريفلام اللي ان شاء الله غتحل لكم ابواب كبيره ان شاء الله بحول الله، غادي تساعدكم على بزاف ديال الحاجات ما غنطوش عليكم لان كلشي غادي نشرحوه لكم انا والجروب ديالي ان شاء الله بحول الله. ما تعكزوش وقولوا بسم الله. اللي عجب الفيديو اليوم ما تنسانيش لي لايك البنات، التعاليق والبارطاج البنات اللي انضمت ليا جديده كنتمنى انها تهبط لتحت، ضغط على زر الاشتراك باش يوصلها الجديد ديالي. شكرا للناس اللي كتزاد معايا والناس اللي معايا راكم مالين الدار، وتبارك الله عليكم خليكم على خير وبخير.